خلال الفترة اللي فاتت في مجموعة من الزلازل اللي حصلت بالقرب من مجموعة من السدود الاستراتيجية جدا في قلب دولة أثيوبيا. مجموعة الزلازل اللي حصلت دي بدأت تؤثر على هذه السدود. السدود دي تعتبر مكملة لسد النهضة، يعني بتعتبر هي بتخزن مليارات الأمطار من المياه كمساعد أو عامل مساعد لسد النهضة. الزلازل دي زي ما قال الخبراء والمختصين بدأت تؤثر فعلا على البنية التحتية وعلى الأرضية اللي تحت السدود دي، لدرجة ان السدود دي بدأت تتأثر. أجراس الخطر بدأت تدق وتعلو بشكل غير عادي من قبل الخبراء والمختصين. قالوا بالحرف الواحد المسألة ديت لو فضلت وتكررت خلال الفترة اللي جاية، السدود المساعدة ديت مش هي اللي هتنهار لوحديها، إنما أيضا هتؤثر على سد النهضة، وبالتالي الكلام ده كله بيهدد المنطقة الأفريقية بدمار غير عادي، وبالذات بيهدد مصر والسودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. دولة أثيوبيا بنت سد النهضة اللي أثرت فيه طبعا على المياه المصرية، وبدأت تفرض شروطها وتقل أدبها في مواجهة الدولة المصرية وفي مواجهة دولة السودان. بنت سد النهضة وعوامل الأمان في هذا السد مش كبيرة، ثبت بالدليل القاطع ان دولة اثيوبيا كانت مستعجلة جدا من اجل استكمال بناء هذا السد، وبالتالي افتقد هذا السد عوامل الامان الرئيسية. النتيجة بدأ الخبراء والمختصين بيدق اجراس الخطر وبيقولوا بالحرف الواحد اي زلزال هيأثر بشكل مباشر على سد النهضة، او اي زلزال هيأثر على السدود المساعدة لسد النهضة، هيؤثر تلقائيا على سد النهضة نفسه. النتيجة كارثة من قبل هذه السدود في حالة انهيارها، ثم كارثة اخرى اشد فتكا هتأتي من سد النهضة. شهدت أثيوبيا مؤخرا زلزال بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد اسمه جيبي 3 على نهر أومو، وبعمق 10 كيلومتر كاملة. السد اللي وقع الزلزال بالقرب منه بيبلغ ارتفاعه 244 متر، وده بيعتبر أعلى سد في العالم كله، بيولد كهرباء حوالي 1870 ميجا وات. السد اللي تم البدء في تشغيله سنة 2015 اللي هو سد جيب 3، السد ده تبلغ سعته التخزينية حوالي 15 مليار متر مكعب مية. السد ده بيبعد حوالي 700 كيلو متر عن سد النهضة. وقبل كده وقع زلزال بقوة 5 ريختر في نفس المكان يوم 11 نوفمبر الماضي، يعني على مدار 5 شهور أو 6 شهور تقريبا وقع أكتر من زلزال في محيط السد ده. الخبراء بيقولوا ان لو السد ده اتعرض للانهيار بسبب الزلازل المتكررة اللي بدأت تحدث في قلب المنطقة، من الممكن ان هو يؤدي لطوفان، الطوفان ده هيجتاح امامه دولة السودان. لما يجي يوصل مصر هيكون تقريبا المية بدأت تنكسر حدتها، وطبعا بحيرة ناصر هتخزن الكثير من المياه، فمصر هيكون عندها نوع من امتصاص الصدمة. طبعا الخبراء قالوا اللي بيزيد من خطورة الأمر ده ان مكان الزلزال بيقع في جنوب منطقة الأخدود الإفريقي الذي يقسم أثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الإفريقية تعرضا للزلازل والبراكين. كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. طبعا تأثير الزلازل الحالية ربما يكون أقل، لكن ده الخبراء والتقارير الدولية هي اللي بدأت تتساءل ماذا لو حدث زلزال كبير بالقرب من سد النهضة، وفي نفس التوقيت موجود مية كتيرة جدا وموجود مخزون ماء كبير يصل لحوالي 74 مليار متر مكعب، سواء إذا كان في السد ده أو في السدود الأخرى أو في سد النهضة. في الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ التقارير بتقول هتحصل كارثة، كارثة في قلب منطقة أفريقيا، وكارثة في قلب السودان وفي قلب مصر. تعتبر أثيوبيا من أكثر الدول اللي بتعاني انجراف التربة، وسد النهضة والبحيرة التابعة له بيتواجدان على فوالق تصدعات، يعني مما يزيد من احتمالات انهيار سد النهضة لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة ومتتابعة، هتحصل الكارثة. هناك دراسات كثيرة
أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة، فضلا عن أن معامل الأمان فيه منخفضة جدا ولا تتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، يعني لو زاد الزلزال أكتر من 1.5 درجة بمقياس ريختر السد هينهار. تخيلوا حضراتكم، يعني في زلازل وصلت إلى درجة 5 درجة بمقياس ريختر، فأنت عامل الأمان في قلب سد النهضة لا يتجاوز 1.5 درجة بمقياس ريختر. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك سد النهضة على وشك، يعني في مهب الريح. الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة قال قبل كده أن سد النهضة مصنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة. أدي كلام الخبراء والمختصين. وإن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية. ورغم ذلك دولة أثيوبيا جت بشكل سريع وانتهزت فرصة أحداث 2011 وبدأت تبني في سد النهضة بشكل متسارع جدا دون التوقف عند عوامل الأمان. شوفوا بقى حضراتكم التصريحات، واحد من الخبراء الآخرين أيضا بيقول إيه. هاني إبراهيم الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي وحوض النيل قال هو كمان إن في مخاوف ومخاطر كتيرة جدا بخصوص اتجاه المفيض في سد اسمه سد السرج، وأكد على أهمية سد السرج كجزء أساسي من مشروع سد النهضة الأثيوبي، حيث أوضح أنه بدون وجود سد السرج ده هيكون استيعاب المية في سد النهضة محدود لحوالي 14 ل 18 مليار متر مكعب فقط بدلا من 74 مليار متر مكعب كما خططت له أثيوبيا. يعني السد ده لو حصل له أي مشكلة معنى ذلك أن سد النهضة لن يستطيع استيعاب أكتر من حوالي من 14 ل 18 مليار متر مكعب مية، لأن السد ده اللي هو سد السرج ده بيخزن له حوالي 60 مليار متر مكعب. حذر هاني إبراهيم من انهيار سد السرج الأثيوبي بسبب تكرار الزلازل في منطقته. يعني السد ده لو انهار كل المية 60 مليار متر مكعب هتيجي عند سد النهضة هتضغط على السد هينهار، النتيجة مليارات الأمطار المكعبة من المية المخزنة في سد النهضة هتجتاح أفريقيا، هتجتاح السودان، هتجتاح مصر. هو ده اللي بيحصل. طب وماذا بعد؟ موقف مصر إيه؟ موقف مصر، مصر عاملة احتياطاتها في أسوأ التقديرات. بحيرة ناصر مستعدة بحيث أن لو حصل زلزال وإن حصل انكسار وانهيار لأي من السدود الأثيوبية فورا مصر هتفرغ بحيرة ناصر بشكل سريع وعاجل في نهر النيل. النتيجة أن البحيرة هتكون قادرة على استيعاب كل المية اللي جاية من أثيوبيا نتاج طبعا انهيار مثل هذه السدود، وبناء عليه مصر هتستوعب. لكن الإشكالية هنا أيضا أن المية اللي هيتم ضخها في قلب نهر النيل من الممكن أن هي تعمل غرق لمناطق كتيرة جدا زي مناطق الدلتا مثلا ولا حاجة، وبالتالي مصر هتتأثر بالمشكلة. المفترض جدلا أن الدولة المصرية تتحرك بشكل سريع وبشكل عاجل لاستيعاب أخطار ما دق خبراء الاستراتيجية والمختصين دقوا بخصوصه أجراس الخطر، بحيث أن الدولة المصرية تنجح في أن هي توقف المهزلة دي. زلزال في أثيوبيا، خبير يحذر من طوفان قد يغرق دولة السودان، سد النهضة مصيبة على الكل، تسريب في الخرسانة يهدد بكارثة وتضرر السد العالي. طبعا تفاصيل صادمة. زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار سد النهضة. طبعا الوضع زي ما قلت لحضراتكم كارثي جدا ولا بد من التحرك المصري بشكل عاجل، وربنا يسترها.